السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم وفيديو طبعا المنتظر اللي هو تعليم اساسيات او اهم الغرز اللي ممكنة في التطريز. الرسمة بتاعتي انا طبعتها على الفيستا زي ما انتم ما شايفين. اخترت تقريبا يعتبر اساسيات الالوان اللي انا هحتاجها. اخترت اللون بتاع القطه، اللون السكري الجميل ده هيمشي مع الاوف وايت بتاعي بتاع الفيست، وكمان طبعا اخترت الفيونكة والقلب وودن القطه، وكمان السور اللي هو ورا القطه. بصوا بقى احنا هنعمل ايه. اول حاجه هنتعلمها هم غرزتين يعتبروا الى حد ما مهمين قوي، بنستخدمهم كتير جدا جدا في شغلنا، غرزة الفرع وغرزة الباك. دول اكتر غرزتين هنبقى محتاجينهم قوي. فهنبتدي مع بعضينا هنعمل القطة كلها بغرزة الفرع. دي غرزة سهلة وحلوة قوي قوي، انا بستمتع جدا وانا شغالة بيها. وفي بقى كمان غرزة الباك هنعملها ان شاء الله في فيديو تاني مع بعضينا، هنعمل بيها السور اللي ورا القطة دوت مع بعض. فتعالوا بقى هنبتدي مع بعضينا بالخيط السكري. انا بحب لما باجي بشتغل، طالما هشتغل غرزة عادية ما فيهاش اي حشو، بشتغل بثلاث فتلات بس، ما بشتغلش باكتر من كده. بص انا ساعات بشد الفتله وتطلع معايا كويس ما يحصلش فيها حاجه، وساعات تاني بشدها بتعك كلها معايا، بس الحمد لله طلعت معايا اهو. هشد حته وهقصها. الخيط بتاعي لو جيت فكيته هلاقيه ان هو على ست فتلات. الخيوط الميلوني كلها كده ست فتلات. انا بقى دلوقتي هطلع منهم ثلاث فتلات بس. زي ما قلت لكم انا بشتغل في الحشو بأربعة، انما اي غرزة تاني انا بشتغل فيها بتلاتة. ما بحبش تبقى بارزة قوي عن كده، وبحس ان هي احسن، يعني بحس ان هي جميلة. الحشو ساعات بشتغل على اربعة وساعات بشتغل على خمسة وستة كمان، على حسب كمية البرز اللي انا محتاجاه في قلب الجملة او الكتابة اللي انا بكتب. دول اهم تلاتة ودول تلاتة، واقوم شادة كده بالراحة. تفضلي كده بالراحة مع الخيط لغاية لما يطلع معاكي. هخلي التانية طبعا هحتاجها. هنجيب الخيط بتاعنا، الابرة بتاعتنا واللضومة. انا هستخدم معاكم الابرة رقم واحد دي، انا بحبها الطويلة. انا كده كده مش عندي تفاصيل كتير هتستاهل الابرة القصيرة، فبحب الطويلة بتنجز بصراحة معايا. والابرة دي اصلا من ساعة ما جبتها وهي الحمد لله بحس ان هي حلوة ومريحة معايا جدا في الشغل. هدخل الابرة و هناخد فتلة ثلاث فتلات زي ما اتفقنا ونعدي اهي، وهقوم لضموها من الاخر. خلي بالكم بقى ان اهم حاجة في شغلنا التيشيرتات او الهدوم او كده، بنحاول على قد ما نقدر ان يكون الشغل نضيف من ورا زي من قدام بالظبط، لان مفيش عندنا بطانة هنركبها، ده مش منديل كتب كتاب. طيب دلوقتي بقى هنيجي للطرات. انا هستخدم الجزء اللي من تحت ده بس اللي انا هحتاجه، فابتدي اقيس الطارة على قد الجزء اللي انا محتاجاه. بصوا زي ما انتم ما شايفين اهي، دي جايبالي هي الجزء بتاع القطة، وممكن استخدم مقاس 22 برضو هيجيب لي القطة او اكبر حجم في القطة، اكبر حجم ممكن انا اقدر استخدم بيه. في ناس بتحب الطارات الصغيرة ويشتغلوا ويفكوا، في ناس بيحبوا الطارات الكبيرة ويشتغلوا على طول مرة واحدة، بس زي ما متفقين انا مختارة رسمة تكون كبيرة، فهحتاج كده كده ان انا افك واحط كذا طارة. هحط دي من تحت القماشة وابتدي اظبطها كده. عايزين بس نجيب كمان الديل بتاع القطة عشان ما ارجعش تاني للجزئية دي اهي. بعد كده اركب الطارة واقفلها.
موضوع سهل صدقوني وممتع جدا، هتحبوه قوي قوي قوي. طبعا دي طارة بلاستيك، زي ما اتكلمنا قبل كده اتكلمنا في الطارات البلاستيك والطارات السيليكون. انا بصراحة لسه ما جربتش السيليكون، بس ان شاء الله ناوية ان انا اجيب منهم واجربهم وهقول لكم على رأيي فيهم، وهل في فرق ما بينها وما بين البلاستيك ولا لا. طبعا هي اغلى من البلاستيك، بس عامة انا خدت على الشغل بالبلاستيك بتبقى حلو. ابتدي اشد الشغل بتاعي، اتأكد ان الشغل بتاعي كده مظبوط. واقفل الطارة بتاعتي كويس بالطريقة دي. مش عارفة الصوت باين ولا لا، بس انتي عشان تتأكدي ان انتي قافلة الشغل بتاعك كله كويس والطارة بتاعتك مظبوطة بتسمعي الصوت ده، تحسي ان هي مشدودة مظبوط. بعد كده هنجيب الابرة بتاعتنا ونبدأ في غرزة النهاردة. انا اول حاجة هعملها معاكم الجزء بتاع الرجل دوت، هي بتيجي من فوق لتحت، فانا هبتدي في الجزء ده كده الاول وهاخدها لورا. هطلع الابرة بتاعتي بالطريقة دي ونقوم داخلين بعدها بشوية، مش هشد الخيط كله للاخر، لا همسكه كده بايدي وهطلع بالابرة في نص الغرزة اللي انا نزلتها اهي، واقوم شد واسيب الخيط، بعد كده اشده كده هو تحت ايدي وانزل لتحت شوية اهي، وبعد كده نطلع من نص الغرزة وشد. دي كده هوت اسمها غرزة الفرع، بتعملها في حاجات كثيرة قوي. بحبها لما بكون بعمل في منديل كتب كتاب، الكلمات الرفيعة الكلمات الصغيرة دي بتبقى حلوة قوي فيها، وبتبقى بارزة وبتبقى جميلة جدا معايا في الشغل. حاولي على قد ما تقدري ان المسافات كلها تبقى واحدة عشان تديكي شكل متناسق، ونقوم طالعين من النص اهي. طبعا انت حابة بقى تغيري شكل القطة براحتك، حابة تغيري اللون بتاعها براحتك، دي حاجة بتبقى راجعة لك. بس انا عشان هعمل الفيونكة بتاعتها فوشيا، فحبيت ان انا ملعبش في اللون بتاع القطة. هنفضل بقى شغالين بالمنظر ده لغاية لما نخلص القطة كلها بالديل بالراس كل اللي فيها، كل المعالم بتاعتها اهي. دي كده غرزة الفرع بتاعتنا، ودي كده اول غرزة هنتعلمها مع بعضينا، وده كده يعتبر الفيديو بتاعي النهاردة اهو. نزلتي طلع من النص اهي غرزة الفرع، يا رب تكون باينة ما فيهاش اي حاجة، بس عايزة اقول لكم من احلى الغرز اللي ممكن نتعلمها مع بعضينا. فلو في عندك اي حاجة بتاخد مساحة كبيرة جدا في شغلها، ابتدي بغرزة الفرع في التصميم اللي انت اخترتيه للتيشيرت بتاعك. لو ما اخترتيش تصميم وحابة انك تتعلمي غرز بس، شغلي ايدك في الغرزة بتاعت الفرع دي واستنيني في الفيديو الجاي عشان نتعلم مع بعض غرزة الباك، ودي من اهم الغرز برضو اللي بنحتاجها في كتابة الكلمات الصغيرة والحروف الصغيرة اللي بتبقى في النتيجة وهكذا. ده كده الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم لايكات كتير عشان نرفع الفيديو، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، واستنوني في الغرزة الجاية ان شاء الله وهنتعلم مع بعض غرزة الباك.